انا قلت لكم النادي ده بنشوف طبعا على الشاشه دلوقتي وصول كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لملعب استاد الاهلي والسلام، والعميد محمد مرجان مدير النادي الاهلي او مدير تنفيذي النادي الاهلي. بجد ربنا يحميهم ويوفقهم. خطوه الحقيقه مهمه خطوة جدا. خطوة هنتكلم على خطوة كويسة. يعني حق انتفاع على فكره بالمناسبه مهم جدا اقول اللي مع الكابتن الخطيب ده استاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي. مهم جدا اقول انه حتى عقد حق الانتفاع باستاد السلام لمده 25 سنه ما خلاش الاهلي يبعد تفكيره عن انه يبني استاده الخاص على احدث طراز، والحقيقه انه الملف ده ما زال مفتوح وبيتم التنسيق فيه مع خبرات من مختلف انحاء العالم عشان يتحقق الحلم الاكبر. الرايه ما بتتسال